واحد بيقول نفسي احفظ ايات كتيرة للشواهد زي قداستكم، واريد طريقة سهلة ومبسطة. هو طبعا خدتها بالتدريج، خدتها ايه بالتدريج، يعني مثلا احفظ ايات عن الفضائل المتعددة، كل فضيلة تحفظ لها آية وتحفظ الشاهد بتاعها، وإن نسيت فكر نفسك وكررها مرة تانية عشان تحفظها. احفظ آيات عن بعض عقائد، شوية بشوية تلاقي نفسك حفظت ومش هتنسى، وإن نسيت تعيدها مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة. وساعات واحد يحفظ الآية بدون ما يحفظ الشاهد، وبعد شوية يحفظها بالشاهد. تاخد وقت، تاخد وقت، لكن خدها بالتدريج واحدة واحدة، هتلاقي نفسك ابتديت تحفظ. وممكن ان مدارس الاحد تعمل مسابقات لتلاميذ مدارس الاحد وللشبان في حفظ الآيات بالشواهد. يعني مثلا يقول لهم شوية آيات عن المعمودية بالشواهد ويخلوهم يحفظوها، شوية آيات عن الكهنوت بالشواهد ويخلوهم يحفظوها، شوية آيات عن باقي الأسرار ويخلوهم يحفظوها، وتعملوا مسابقات. ليه ما تعملوش المسابقات دي، وخصوصا في فترة الصيف وفي أيام الأعياد وغيره؟